القسم فيه 21 نزيل، الآن القسم موجود فيه 21 نزيل على فترتين، فترة صباحية وفترة مسائية، ونعانوا من بعض النواقص بصراحة، نعانوا من بعض النواقص، مسلزمات، الأدوية، التحاليل غالية واجد برا، الناس مساكين يعلم الله بحالهم، المرضى في أدوية توصل 160 جنيه وفي أدوية توصل 70 جنيه، وأدوية الهبارين بروحها. أنا كقسم نخدم بعشر حقن يوميا، العشر حقن يوميا برا يساوي في 15 و16 جنيه الحقنة، وزي ما عارفين الإيراد ما فيش، الميزان الفلوس ما فيش، نعانوا من هالمشكلة، نرجو من أهل الاختصاص أنه يقفوا معنا يساعدونا كيف نأدي عملنا على الوجه المطلوب وعلى أكمل الوجه. والله التحليل تبقى شهرية ما يوصل فوق ال 150 جنيه من غير الدواء اللي يبرى بعد التشطيب، هذه بروحها ب 110، يعني مع مدرسة مع صغار مع والراتب 200 جنيه. كيف بدير هاي؟ بدير في واحد في مكاني تو وزير، أي وزير يجي يربط مكاني هنا ويشوف الوضع بروحها، يعني معقولة 200 جنيه بما شوف مدرسة بما شوف صغار بما شوف ماكلة، والحمد لله في النهاية.